بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام إلى هذا المجلس السابع من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله. استأذنكم معالي الشيخ في استتمام واستكمال باب التخلي، إذ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما طعام إخوانكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، والجن سمعوا القرآن من الرسول كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والآيات معروفة في سورة الأحقاف، وكذلك في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب به إليهم، حدثهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم ونهاهم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه بعث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه ينهى عن الاستجمار بالبعرة لأنها علف دواب الجن إخواننا من الجن، وعن الاستجمار بالعظم لأنه يكسى لحما، لأنه يكسى لحما أوفر ما يكون طعاما لإخواننا الجن فلا نقذره عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، هل في مشروعية ذكر الله على إطلاقه لهذا الغرض؟ على الذبيحة يعني. على الذبيحة بما فيها عظام نعم، يعني ما لم يذكر اسم الله عليه قد لا يكون، ما هو عليه خاصة، على الذبيحة. الذبيحة في ابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، هذا فيه أنه يستنجي بالماء، إما يستجمر بالحجارة وإما أن يستنجي بالماء. وفيه خدمة أهل الفضل، فيه خدمة أهل الفضل، إنهم كانوا يحملون له الماء ليستنجي به، ويحضرون له الحجارة ليستجمر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة أنها قالت:
مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر البول والغائط فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم، هذا فيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت النساء أن يبلغن أزواجهن بأن يغسلوا أثر الخارج بالماء، وهذا ما يسمى بالاستنجاء، الاستنجاء بالماء، وهو إزالة أثر النجو يعني الخارج بالماء وتنقية المحل. فتنقية المحل يحصل بأحد أمرين، إما بالاستجمار المنقي وإما بالاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء أبلغ. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. نعم، لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء. فمسجد قباء له فضيلة، وكان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أثنى عليه: لا تقوم فيه، يعني مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا كنا نتبع الحجارة بالماء. فهم يجمعون بين الحجارة والماء، وهذا أنقى. فإما أن يقتصر على الحجارة فقط، وإما أن يقتصر على الماء فقط، والجمع بينهما أفضل. نعم. وعن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، جامع الرجل والمرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس من ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي. نعم، هذا إذا جامع ولم ينزل، إن أولج، إن كان أولج فإنه يجب عليه الاغتسال، وإن كان لم يولج وإنما باشرها ولم يولج، باشرها بشهوة لكنه لم يولج، فهذا يكفي أنه يتوضأ، لأن هذا من نواقض الوضوء. نعم. قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم، هذا فيه من آداب قضاء الحاجة أنه لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، إكراما لليمين، لأن اليمين تستخدم للأخذ والإعطاء والسلام والمصافحة، فهي للأشياء الطيبة، خلاف الشمال، اليد الشمال فإنها للتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك، فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، إكراما لليمين من ذلك. وروت ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة. نعم، بعد الاستطابة يعني بعد الاستنجاء، بعد أن غسل فرجه بعد الجماع، بعد أن غسل فرجه بعد الجماع، فإنه يدلك يده بالأرض أو بالحائط زيادة في تنقية والتطيب. نعم. ومثل ذلك لو بدلكها بمناديل أو ما أشبهه، أو غسلها، ولا نعم، لو غسلها أو دلكها بالمناديل الآن ونحوها، وغسل ما التراب له ما خاصية، ما توجد في المناديل. نعم، ولكن مسح المناديل من باب زيادة النظافة لا بس. نعم، أحسن الله إليكم.
وروي عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ويستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. نعم، هذا فيه أن فيه أمران. الأمر الأول أن الذي يقضي حاجته ينصرف عن اتجاه الكعبة، لا يستقبلها ولا يستدبرها إكراما للكعبة، وإنما يجعلها إلى جنبه. هذه واحدة. الثانية ويستطب بثلاثة أحجار. الثانية أنه إذا استجمر يستجمر بثلاثة أحجار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقطعها على وتر، ثلاثة أحجار منقية. نعم، أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب. إيه نعم، أو ما يقوم مقام الأحجار مما ينقي. نعم. وروي عن ابن عباس مرفوعا وقال: وإسناده حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين للصفحتين وحجر للمسربة. نعم، هذا تفصيل ثلاثة الأحجار، أن حجرين للصفحتين، يعني جوانب المخرج، جوانب المخرج، لأنها يصيبها شيء من الخارج ويكون عليها أثر من الخارج، فيمسحها اليمنى والصفحة اليمنى والصفحة اليسرى، والثالث للمسرب الذي هو نفس المخرج. نعم، هذا تفصيل لثلاثة الأحجار. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب السواك. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك هو استعمال المسواك في الفم على اللثة والأسنان من أجل إماطة ما عليهما من المخلفات التي يكون لها رائحة، والسواك فيه فضيلة عظيمة، وهو سنة مؤكدة. قال الصنعاني في سبل السلام، قال: فيه 100 حديث في السواك، يعني ورد فيه 100 حديث، مما يدل على فضل السواك لما له من الأثر الطيب على الفم، فهو سنة مؤكدة. أن الإنسان يستاك في أحوال، يتأكد الاستياك في أحوال. أولا، إذا أكثر من الكلام لا شك أنه يظهر رائحة على فمه من كثرة الكلام. ثانيا، إذا قام من النوم فإنه يستاك. ثالثا، إذا أراد الوضوء فإنه يستاك. رابعا، إذا أراد الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فإنه يستاك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم، هذا مما يؤكد أهمية السواك في الفم عند الوضوء وعند الصلاة وعندما تتغير رائحة الفم بنوم أو كثرة كلام أو نحو ذلك. فالتسوك والسواك فيه فضل عظيم للمسلم، وهو من سنن الأنبياء من خصال الفطرة. نعم. وقيل لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
هذا من المواضع التي يتأكد فيها التسوك حينما يدخل الإنسان بيته، لأنه سيتحدث مع من في البيت فيطيب رائحة فمه. وكذلك الموضع الثاني عند الصلاة، إذا قام للصلاة فإنه يستاك، وكذلك عند الوضوء إذا أراد قبل المضمضة يستاك ثم يتبع ذلك بالمضمضة، لأن هذا أبلغ في تنقية الفم. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. نعم، هذا من مواضع تأكد استعمال السواك عند اليقظة من النوم، لأن رائحة الفم تتغير في النوم، فيحتاج إذا استيقظ أول شيء يبادر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشوص فاه بالسواك لينقي فمه من الرائحة التي خلفها النوم على فمه وأسنانه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس. شكر في ختام هذا الدرس لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على هذا الشرح والبيان. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الريش، يترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.